كنا بنقوم بتسجيل العلامات التجاريه ونماذج صناعيه وبراءات اختراع كل ما يخص الملكيه الفكريه. بدانا بتسجيل العلامات المحليه وحاليا بنسجل العلامات الدوليه زي شركه اليجنت اللبنانيه تحت مسمى جورج كلاه. تطورنا وزودنا تاسيس الشركات، اعمال الحسابات الضريبيه، كل ما يخص الشركه من اوراق قانونيه بنساعدك. احنا في ايجي ماركتس دلوقتي شغالين مع اكبر شركات في مجالها زي باي هاوس في مجال الملابس، هومز مارك في مجال الاساس، وبارك فيل في مجال الادويه الطبيه. وفرنا في ايجي ماركتس خدمات قانونيه في جميع المحافظات، كنا في القاهره بقينا القاهره واسكندريه. مش بس كده، بالاضافه طبعا الخدمات الاونلاين اللي وفرت وسهلت عليك وقت ومجهود كبير. احنا دايما في ايجي ماركتس بنكون حريصين ان احنا نقدم الخدمات القانونيه للعملاء بتاعتنا باعلى معدلات احترافيه. احنا في ايجي ماركتس بنتميز ان احنا بنبدا اجراءاتنا بالفحص الرسمي، وده اللي بيخلي نسب القبول لتسجيل العلامه التجاريه توصل 90%. نجاح المؤسسات الكبيره بيعتمد على جوده الخدمه المقدمه، عشان كده في ايجي ماركتس احنا حريصين على تقديم خدمه قانونيه وسليمه بنسبه 100%. احنا بنسعى دايما في ايجي ماركتس نكون متابعين خطوات العميل ستيب باي ستيب، وبنفولو اب معاه كل الاجراءات، وده عن طريق الكاستمر سيرفيس، لان العميل بالنسبه لنا شريك نجاح. كنا مكتب صغير بعدد موظفين صغير وعدد عمر بسيط، دلوقتي احنا فرعين بنقدر نخدم بيهم جميع محافظات الجمهوريه باكثر من 40 موظف محترف وعدد عمر مشرف كده. كل ده ساعدنا ان احنا نكون من رواد تسجيل وحمايه الاسم والعلامه التجاريه وتاسيس الشركات داخل جمهوريه مصر العربيه والشرق الاوسط. 9 سنين ولسه مكملين.